رجعنا الحلقة هاي الثامنة بتكون، والحين قاعدين نشتغل على هي المدينة اللي راح تكون مدينتنا السياحية. هاي خلاص يعني قررنا هاي المدينة السياحية مال بتكون، لازم نحط فيها سينما. لا أحط فيها سينما طبعا، أهم شيء السينما، بس لازم نوفر خدمات. ما توفر خدمات ما حد يك، ما في عندك سكان وما في عندك شيء، لكبر المساحة ما راح أكون وايد دقيق، منطقة شوي ضخمة يعني، راح استغني عن بعض من الدقة في الزوننج، بس نفس الريشيو تقريبا يعني، مش ما راح نغير وايد، ما راح نغير وايد. نحن حطينا مستشفى، حطينا المستشفى المطافي، باقي لنا الشرطة. أنا حطيت المستشفى وأنتم مش موجودين، اختصر شوي وقت، بس هذا يبغاله مكان شوية دبلوماسي إنه يغطي الأماكن. هني ممكن نحط يا المكان هذا عشان بيوصل باقي الأماكن، وصل باقي الأماكن بيكون فيري نايس. هاي الدكاكين، الدكاكين إضافة ممتازة. ف الطريق للمدينة السياحية مش سهل، كنت أفكر أختصر لكم، لكن قلت في النهاية لا، بنسوي وأنتم موجودين عشان تشوفون كل شيء قدامكم. المقطع هذا شوي بيطول، ممكن تجدم الفيديو قدام لين تشوفون حتى السينما وغيره، يكون حاطين في هالحلقة السينما لازم يعني يكون في هالحلقة، ما في مجال حق حلقة ثانية يعني. المدينة هاي شغال عادي، أحس ما أتوقع يكون فيها مشاكل وايد، ما تشوف بيوت جالسة تفضى، فمعناه الأمور طيبة إذا البيوت مش قاعدة تفضى. المشكلة تبدأ، المشاكل كلها تبدأ يوم البيوت تبدأ تفضى، إذا البيوت بدأت تفضى مصيبة. هذا ليش زعلان؟ اوكي لازم نحط الريانكريشن، او نحط الريانكريشن في المنطقة لازم، اذا حد توفى كيف المفروض انه يخلون الموتى مالهم يعني في النهاية. اوكي باقي لنا الشرطة، الشرطة الشرطة بكره احط على طول المركز الكبير، ما بحط مركز صغير، بس عندي مناطق اغطيها. خلنا اغطي المناطق هاي كلها تغطية، مش بهذا ما بيخلص الوضع اذا سوينا في هذا، بس ما نبغى ندخل مناطق ثانية، نبى المناطق اللي المطلوب انها اللي المفروض، عشان في ناس تزعل انها على الهاي واي على فكرة. ها طلعوا لنا ما عندهم كهرباء وهالامور، وانا عارف عادي عادي، لين بيمتد 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 بيوصل لهم بيرجعون، المفروض ما يكون ذا المصيبة يعني الكبرى، ما بتكون هاي المصيبة امورهم تمشي. وكل ما نوفر اصلا مكان حق مدارس حق هالامور، نفسه هني ثانوية عامة ما إلى آخره. الشرطة فنانين في اللعبة هاي، يوصلون هناك وحدة أصلا مركز ثاني، ف يكون شوي نغير استراتيجية. الحين صار عندنا مكان، صار عندنا شرطة، صار عندنا هالسوالف، لازم اشوف لي مكان جميل حق السينما، لان السينما الناس تزعل يوم عندها سينما يكون حولها، فبحط السينما هني. ممكن هني، لكن هني المكان الاكثر استراتيجية
كشكل مكان استراتيجي. هني انا صراحة ما بصور عليه، باخذ رون. اعطني 200,000، اعطني بس سر الموضوع. اي سينما، سامحوني على الازعاج، لكن مستشفى عندكم والمقبرة والمقبرة عندكم. كلهم مستانسين تقريبا، كلهم مستانسين. بيكون عندنا هذا، نسوي لهم حدائق، أبو حديقة، مو بكل حدائق، أبو ملعب كرة سلة. فنان لعب كرة السلة، مشروع ناجح شكله، ما أعرف ليش بس شكله مشروع ناجح. سامحني سوري، يعني لابد يكون في ضحية. بعدكم تعانون من الكهرباء؟ إذا بحط لكم مروحة، لحظة خلت تنتج لكم كهرباء، أماكن تجارية مهمكم وايد، اشتغلوا عدل أقول، اشتغلوا عدل. الحين يبغالنا شوي شغلات نحن نفتحها الصراحة، يعني فالحلقات الجاية بنبدأ شو اسمه نشتغل على شغلات ثانية شوي. هذا يقول لك ستيشس تمثال الغنى، على اساس انه بيستوي غني اذا حطيت التمثال هذا. هني الاعلام التاريخيه، الاعلام الاعلام ولا يقولون لاند ماركس، ترانسبورتورز. بعد هذا لان عندنا هنا بوبليك ترانسبورت، اظني فكره حلوه ان نحطي هذا، يكون فكره ممتازه ويستانسونهم في نص المدينة. أنا ببرج الصراحة، أنا أحس يبالي برج في نص المدينة. محتاج برج في نص المدينة الصراحة. أيوة ركب بتي بيوت حوله، بتي بيوت ويستانسون يعني على الوجود هذا. انا بدي كاكين، بحط شوي مكاتب في الوسط، ناس كادحة، وبحط عندها بيوت، عندها بيوت. قام يستوي عندي بيوت، قلنا نحتاج محلات. بس تزيد دكان يطلع لك وظيفة، تزيد وظيفة يطلع لك دكان، وانت ساير فكل شوي تحتاج شيء ثاني تغطيه بشيء. هاي الشيء المهم اللي انا من بنحتاجه اللي هو هذا، ما المنطقة النووية بيوفر علينا تعب كثير، وايد تعب بيوفر من حيث الطاقة والكهرباء. الحين نحن استهلاكنا عالي من أماكن فظيعة. والله حلو التور، محلاها البرج في الليل الصراحة منور. البرج هذا جميل. هاي المبدأ، المدينة هاي الحالية اللي هي قاعد يجيب فيها العيد انا اظني، بس ممكن نسوي حلول للكهرباء. في ازعاج، كل شي فيه طاقة نظيفة فيه ازعاج. السؤال هو فقط وش كثر ازعاج، هذا هو السؤال الفعلي. فخلني اكون انسان مؤدب، لان هذا ينبني. نحط الى كهرباء، ولين البيوت اللي هنا تنبني نوصل لهاي الكهرباء. هذا بيساعد ان المنطقة من صوبين تكبر، بدل ما من صوب واحد قاعد تصطك المنطقة، لا من صوبين يبدون الناس يبنون. بس انا ليش ما استعجلت في المباني كلها؟ لان بشوف شو بحط اكثر، هل الوظائف بتزيد عندي، هل الناس بتزيد. بديت احسب حساب هايل. الحين هني كامل متخصص كني بسويها. الحين لو انهم بدوا يحتاجون الحين دكاكين، بنحط لهم دكاكين، بس يبالنا شوي مصانع. يمكن هالمنطقة من المصانع نكبرها شوي، لان ابى اوفر وظائف على اساس الناس تجي. هايل بيزعلون، بس عندهم مستشفى، عندهم مقبرة،
امورهم طيبة. قلم امورهم طيبة. بدو يردون الجماعة ولا؟ زين الحين عندكم كهرباء خلاص، كهرباء عندكم، ماي. هذا قام ينزل، تسوي مصنع، المصنع بيوفر وظائف. الحين ندور شغلات اللي توفر وظائف للناس، ندورهم ادوار. الحين خلنا بني اثنين منه، لو ان الانكم ينزل شوي بس عادي. هل المدينة حاليا اللي فيها الخطر؟ اسمي زبالة متجمع عندهم، وها خلينا هالمكان معزول حق سوالف نفس هاي، حق نفس الزبالة. نبقى مصنع زبالة، نبقى محطة تكرير، مكان يجمعون فيه الزبالة ومكان يتخلصون فيه من الوساخة. وطبعا يبالنا ماي. ماي في حل ثاني، يوم ما يصرفون وايد ماي ممكن نلجأ للحل الآخر اللي هو تناكي. تكلمت عنها أول حلقة، أنا في إزعاج شوي، حطيه بعيد شوي، يعني فيه إزعاج شوي، أو لا هنا بيكون في تلوث، تلوث والماي مش ربع أبدا أبدا. انتي حطي لنا هذا، توهق، سوي هني، حطي تانكي موي. هذا يبدأ من غير ما تحطي مضخات زيادة، يبدأ يحطي ماي للناس، يبدأ يخزن وقت الناس اللي ما يستعملون فيه الماي وايد، بيبدأ يخزن ماي حق الوقت اللي يستعملون فيه أكثر، فيكفيهم كميات كبيرة. هذا أصلا مو بشغال صديقنا، اشتغل يا صديقي اشتغل، ولا أدري بكون متى مو بشغال هذا، ولا حد يخبرني، ولا حد يكتب، ما حد يقول والله مو بشغال. لا مو بشغال، شغال اصلا. بدو الحين يبنون، اذا بدينا نتوسع بحط عشوائيا. افترض ان هذا كله يبون ناس، على كيفي طبعا، بفترض ان هذا كله دكاكين. الثلثين للثلث ينفعون دائما، لان في مصانع بعد، المصانع بعد تتطلب مثل الكهرباء وغيره، والوظائف هاي كلها وظائف يتطلبون ناس. هذا يبقى كهرباء الحين، بيعبر لي راسي. ياخذ كهرباء ولا يزعل، هذا بعدين بيقدر. ترى فيه، اصبر، بيك الدور، مستعيل لي. زين ما نبغى ناس جهلة نحن، والمدينة اللي فيها جهلة فيها جرائم، فيها جرائم، فيها مشاكل، الناس الغير متعلمة تسوي حرائق. هاي مبدأ اللعبة، فلما يكون عندك ناس متعلمة أكثر عندك فرصة أكبر أن تستوي مدينتك أفضل. دائما بالطريقة هاي، مش بس هني، حتى سمسيتي، سمسيتي تقريبا بنفس النظام، يعني مش باختلاف كبير، فيفرق وايد موضوع التعليم. التعليم وايد يفرق، فانتبهوا للتعليم. اظني هذا ان ريل لايف بعد، مش بس هني. تعليم يسوي ما لا يحصل في الالعاب هاي. زين عطنا ال 12000 مالنا، ممكن استوى المدخول شوي نقص بس ما عليه. وي ويل سرفايف.
do something. عندي هناك انا محطة كبيرة ومستشفى عود وكل شيء عود، ف فبستغني عن الموضوع هذا. ابو ازيد الجسور، الجسور ما بتكفيني، الجسور هاي ما تكفي صراحة. هاي بدينا نحن سلسلة الاختيارات، بس ناقصنا نحطي شو؟ زين ناقصنا نحطي اللي هو المترو الحين. بس هذا كم ياسي دخل عليه؟ كم قاعد يخسرني؟ خسر وايد، وما في سياح وايد، والسينما 600 ترى يدخلون فلوس، وما عليكم سوالف منها مربح، مش على الفاضي تنحط. انا سوالف فيه تعتبر مصدر ربح اصلا، يعني ليش تبي تحط السينما، ليش تبي تحط السياحة، ليش تبي تحط شيء، لانهم مصدر ربح ناجح. اذا هم مش مصدر ربح ناجح انت ما بتحطيهم. طبعا لازم نسوي عقبها، سوينا نحن تقريبا كل شيء، اختارات ومتر وغيره، وباقي لنا القوارب. قوارب بنحطيها تمشى اظني ما بين الشاطئ هذا والشاطئ هذا، وانه مخرج قوارب من هني لهناك يحول الناس، بس حس الزحمة ما تصدق، يمكن حد عايش هني بس يداوم هني، فمو من ما في حكم ان نحجزه، خليه نقطع عنا وظيفة، نقطع عنا كذا، نقطع عنا ذاك، ما تستوي. ف قاعد يبنون البناء هذا راح يصير فرق وايد. طبعا الجسور هاي مفيدة جدا، المنفذ الواحد اللي هو يسوي اصلا زحمة على اي مدينة، تخلص من اي زحمة تسوي عدة منافذ. انا قاعد احاول اعدد المنافذ الجسور، قطار للصوب الثاني وديني، وعندي باص الحين والمترو بشبكه الحين بعد شوية، اللي هو المتر اللي فوق الارض والمتر اللي تحت الارض، وانا بني واحد. هاي ما عندهم كهرباء، قطعنا الكهرباء عنهم من ترى ثوب على فكره، يعني اللي ما انتبه. اهم شيء يوصل لهم كهرباء الحين، بعد ويلين اذا طلعوا ومصيبه، ما نبغاهم يطلعون الحين، احنا في مرحلة نحتاجهم. إذا ما كنا محتاجينهم ما مشكلة، بس نحتاجهم الحين. هذا هني 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 الزحمة كلها، هالشارع لين الآخر، مع إني وسعته وايد، لأن هاي أول مدينة ولا زال عليها زحمة، لا زال. فالحين هالمدينة عشان تطلع أسرع نسوي ناخذ شارع من شارع العام المدرة. ها مش قضية عادي، بأساس ما خرب الدنيا، بسوي يلا إشارة اوكي. اي ثينك مع اني كنت افضل انه ما اسوي اشارة، لا بسوي نفق، ما بيوقف، ما باه يوقف، أباه يكمل دربه من الآخر. خلاص من الشارع العام والريون دايركت نفخ، حتى الخطر ما يوقف. وقفة الخطر هاي فلوس، نحن الحين ما نبغى نخسر فلوس، نحن بندخل فلوس، لأنه وايد بنبني، بنبدأ نبني وايد. الحين المترو اللي كنا نتكلم، انا بوصل هذا في اي نقطة من النقاط، مثلا هني هذا في هذا، ورجع هني. الناس اللي تروح مدينة المدينة ممكن نوصل ستيشن، خلني اشيل اول شيء، بس
صديقي ممكن ستيشن لستيشن لين آخر ستيشن ويرجع مرة ثانية للمدينة هاي. ما يقدر يحصل درب يقول لي، مو مشكلة بردك هني برجعك هني وديك هني. سوينا درب، وين المشكلة؟ ما في درب، نخترع لك درب عادي، ما عندنا مشاكل. سوي مترو تحت الأرض فرع جديد. مكان شوي غلطة هو لأنه من هالناحية، بس ما عنده ذلك عادي. نوصل هذا المترو، نوصل هذا في هذا المترو. الحين بنبدأ نشبك مدن بالمترو بحيث ان نعطيه بوينت 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 بوينت. الحين في مترو يروح لهالمدينتين، في مترو يروح للمدن الثانية، كلين له متروز بروحه. هاي ليش زعلانين؟ سؤال. كل هالبيوت ما محصلين عمال؟ ها انتم ما تعرفون تدورون، يا ما تعرفون تدورون الصراحة. حطينا محطة باصات، نحن هاي حطينا، اهم شي محطة الباصات. هم ما يعرفون يدورون عمال الصراحة، ما يعرفون. كل هالمدن هاي مش قادر تحصلون عمال، مشكلة انتو. انا قاعد يزيدهم هاي لهم. الوظائف تروح وتي، هي بالطريقة هاي اللعبة اصلا. سوري بس ما عيبتني، فشل ليتك. وعندك ملعب، تعيبني الملاعب اكثر من اي شيء ثاني. بيها كهرباء مالي. فريندلي نيبرهود بارك، هاي من الشغلات الكبيرة اللي ممكن نبنيها. تسوي حشرة، هي تسوي حشرة، الناس شوي تتضايق بس يعني يتعودون مع الوقت عادي، مو مشكلة. المدينة المفروض تدخل علينا فلوس. نزل الكوست مالها، نزل حلو. لازم نزيد الزوار، والزوار نزيدهم بالمواصلات لهالسبب. هذا اسمه اللي هو ترانس فيريدوت. هذه هي المدينة، باقي لنا بس نحط السيارات. بس السيارات مش الحين، لان احنا الحين حطينا المدينة الجديدة خلصناها، وياس ننهيها ونشوف المشاكل اللي فيها. بس البيوت تطلع شوي شوي، اهم شي البيوت قامت تطلع، ما نرتاح شوي من الصدع. الحين المفروض ان انا اظني في عندي ازمة كهرباء بتستوي، مش مفروض تقريبا استوت. فقبل لا تستوي الى تحول الموضوع الى ازمة كبرى، انا نصيحتي لنفسي حطي من الحين. سامحوني يا المصانع، بس محتاجين الكهرباء، يعني كهرباء مهمة. ما في عمال، كلها بيوت حاطر لك تقول لي ما في عمال. كل هالبيوت ما في عمال. حطينا شوية بيوت هنا يوصل لهم كل شيء. شرطة، غير صحة، مقابر، كل شيء عندهم، كل شيء عندهم. الحين المكان يبغى له بس جامعة، بس بيكون التعليم بشكل قوي. كم مدرسة هنا إعدادية؟ بس في ناس دائما تشكي يبون مقابر أكثر. كلها مقابر ما تكفيكم؟
كلها المقابر وبعد ما تكفي. كم أصرف 25,000 على كل مقبرة أسويها؟ بس بعد إذا في مقبرة واحدة الضغط ترى كله يجي عليها، كل الضغط يجي على المقبرة هيك اللي هو متباهى. شو ناقصنا في المدينة هاي؟ سوينا كل شيء، تشوف شو وضعها بعد ما تسوى الزحمة في المدينة. يو مو بنفس هذي، هاي نعم خير هاي كان زين. الحين وصلنا في الشارع العام، اذا نبني بناس اكثر نوصل وصلات اكثر اضطر نحتاج. ممكن اشبك هذا الحين في الشارع العام هني، بما ان هني مشبوك في الشارع العام، هني مشبوك في الشارع العام، ودي المدينة الرئيسية هني. هالإشارة زحمة، هالإشارة هاي الإشارة ذبحتني أنا. شوفوا والله يخطف المترو والله شغال. Not enough educated workers. زين بنحط لكم جامعة إذا تي سالفة educated workers. وضع جامعة أظن غير جامعة ما بيحله. خلنا نتهور، اخذنا اول لون قبل، والحين كم باقي عليه اللون هذاك؟ 83,000 وناخذ 60,000 ولا 30,000 20,000 سيدي يدفعون ما عندهم وقت. نبغى مكان زين، هني شوي سمبل نحطي كمية مدارس في سم سيتي. لا لازم الجامعة لها اكستنشنز، لها تكبير صفوف لها، بس كان احسن انه في تكبير. هني ما في، هني لازم نحط مدرسة جديدة. not enough water، يعني بكل الاماكن ما حطيت كل مكان ما في مي. انا شو قاعد اسوي بالضبط؟ سؤال. حصلت ماي، حصلت كهرباء، سويت تنكين بدل تنكين ان شاء الله طمالي. ورب ضارة النافعة. سيوج يو احبكم انتو للسيوج، يا كثر ما تشخون كثر ما تروحون الحمام. خفوا شوي علينا ماكدونالدز كله، بطنكم يعوركم طلعوا الحرة عندنا. كبرنا، استوى عندنا مرسى الحين، الحين عندنا مرسى. بس الحين مشكلة موية. اشتغل مثل عالم الناس، شكرا. ولا ينقص ماي بعد المطاف، ينقصهم ماي الشرطة، ينقصهم العالم، تطلع العالم ما تستخيل، العالم تلعوز الواحد ولا يتوبون. نشوف شو فاتحين الباقي. يبالا هذا، يبالا مينا، هذا يبالا شيء، هذا يبالا هايبر ماركت. انتو ابطر مدينة عندنا، كل التطورات عندكم. لحظة ليش اسوي له مكان هناك؟ ليش ما اسوي له مكان هني؟ ما عندهم شيء. على اساس مسوي مساحات، لكن بس اذا السالفة كذي فبنشوف المكان بعدين. المهم هاي المدينة اساسا،
وبنبني عليه السياحة منا ونحن سائرين هذا. نشوفكم في الحلقة الجاية وبنكمل. ما عليكم.